تقرير الجاي دش ديوان الشباب فضحكت يعني، الله يحفظهم وهو ان شاء الله راح يكون بعد شوي لقاء وياهم. كم مره حطينا تقرير عند دوار شويخ، ما شاء الله العوائل من الكلاب منتشره هناك، كلمنا الاخوان بلديه بيئه داخليه، ما حد يرد، يقولون عقد منتهي وخليهم يرعون ويستاهلون يقعدون يم قدم بهالثيل الطيب وهالاجواء الحلوه. البعض اللي هناك في اصحاب المطاعم والدواجن تتي من معاهم اللحوم انتهت الصلاحيه، ياخذونها ويقطونها بالشارع، فيون الكلاب ياكلون، كل واحد ياخذ وجبته ويروح يا اخي، ويقولون ما عندنا حقوق، نربي كلاب ونشتكي ونقول الكلاب كثرت والجماعه هناك يقطون لهم هالاكل، كل واحد وجبته، وكل كلب والكلب ياخذ هالوجبه ويقعد بهالثيل مرتاح. والله حتى الكلب مرتاح بالكويت. عطني التقرير. شوف الكلاب اللي هني دوار الفحم يا حالاتهم، شوف يبا، شوف يوك يوك، شوف 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 كم واحد، ثاني ثالث، شوف يبا روح، شوف يبا كلهم ها ناديهم ويونك، هذا واحد هذاك نايم وذاك نايم، هذا قاعد وهذا قاعد وهذا اللي وراي قاعد، هذا اللي بدوار الفحم، هذا اللي قاعد نقول عنه، هذا اللي قاطينه شوفوه ترس والله مع الاسف. شوف هالكلاب هنا عم ينعم اللي مساعه مصورهم، قام هذا هني وهذا هم واقفين هني، شوف شوف يبا، شوف هالشاب هذا اللي بدوار الفحم، هذا اللي قاعد اخوي ينطر له ينطر تاكسي بعد الظاهر شيء، شوف هذا اللي قاعدين هني، شوف روح يا عمي روح، شوف هني المنتهي صلاحيته وين قاطينه، شوف هذا ترى كلها كبده، كلها كبده قاطينها، شوف مع الاسف هذا من اللي يقطون ترى المحلات، هذه المحلات اللي البلديه حاطه وياهم يعني صايره شراكه ربع، مع الاسف ما يخالفون، لكن شوف شوف الكبده. كل كلب ياخذ وجبته ويمشي عليهم بالعافيه، ليش نحسدهم؟ مواطن